قبل ما نتكلم باستفاضة عن أخبارنا، تعالوا كده نستعرض نتائج بعثة مصر في أولمبياد باريس أمس الخميس. في الكرة الطائرة الشاطئية سيدات، منتخب مصر خسر أمام أسبانيا 2-0. في السلاح، في سلاح الشيش سيدات، منتخب مصر ينهي مشاركته في المركز الثامن في الأولمبياد. في الشراع رجال، علي بدوي ينهي السباق في المركز 27 من أصل 43 متنافس، 37 من أصل 43 متنافس. في الشراع سيدات، خلود منسي تنهي السباق في المركز 39 من أصل 43 متنافسة. في تنس الطاولة، فرد الرجال عمر عصر المصنف رقم 16 يخسر من السويدي تروليس مورغارد المصنف رقم 19 عالميا، وكانت نتيجة 4-1، ليودع منافسات الفردي من دور ربع النهائي.